لماذا بدها المرأة تشتغل أو تتعلم؟ المفروض تثبت وجودها في كل المحلات، في البيت وفي العمل وفي التعليم، عشان تنجح. فأنا اللي بحكي إنه ما دام نجحت في كل هاي المهام مع بعضها عشان تكون في هذا المحل، المفروض إنه نعطيها الفرصة عشان ناخذ صوتها أكثر ونريحها في محلات ثانية. اللي يكون يمكن حكينا قبل عن الموضوع صحيح. حتى هون في الاستوديو، بتخيل إنه يكون في تقسيم مهام عادل، دمج المرأة بتم دمجها كيف لازم في البيت، فشو مع المجتمع، شو مع الفعاليات اللي موجودة بالمجتمع، شو مع مراكز تأثير اللي صحيح. موجودة في المجتمع، شو مع اتخاذ القرارات.